طبعا اهلا بكم وبنرحب وبنشكركم على ان كنتم جيتوا الافتتاح. ديت مناسبة خاصة جدا، واعتقد ان خصوصيتها تنبع ان احنا عاملينها بالشكل البسيط اللي احنا عاملينه ده، لا وزراء ولا غفرة ولا اي حد، فنانين هم اللي بيحتفلوا ببعض، وده شيء جميل. دي مبادرة ان يبقى في جايزة بتقدم من فنانين لفنانين، اما يبقى في فنان زي يعني اكبر منكم سنا ومر بالحياة والظروف اللي انتم بتمروا بيها، الالوان غالية، ان مفيش حد بيقدر، مفيش حد بيتفرج، فدي فرصة من خلال الجائزة ديت اللي احنا اخترعناها. احنا كنا بنخترع حاجة عشان نتكلم بعض ونشوف بعض ونتعرف على بعض، فاخترعنا الجائزة ديت عشان نوصل لده، ان احنا بنساعد بعض. يعني ده برضو لما بتزيد قاعدة الفنانين الشباب، الفنانين الكبار اللي زينا بيحس ان هم متدفيين، يعني محميين، يعني احنا كل شوية القبيلة بتاعتنا بتكبر وبتزيد، وبنلاقي حد بيتكلم علينا وعلى شغلنا، وانتوا بتلاقوا ناس بتقدر اللي انتوا بتعملوه. كل ده يعني كنا منتظرين بقالنا سنين ان حد يعمله عننا، ان يبقى في حركة نقدية تتابع، ان يبقى في رجال اعمال تتبنى المواهب وكده، ما بيحصلش. فدي المبادرة جاية مننا، فمننا فينا يعني. فاحنا دلوقتي مع بعض كده بنقوم مشروع. المشروع ده أنا بتمنى شخصيا أنه هو يستمر، وإن شاء الله هيستمر، لأن دي جائزة سنوية، وبتمنى أن ده يستحس ناس تانية في مجالات أخرى أن هي تقدم جوائز للشباب، يعني جائزة في السيناريو، جائزة في الفيلم القصير، جائزة في مواد مختلفة، جائزة في النقد، عشان الشباب يتحمسوا. طبعا ما كانش الفكرة دي كان ممكن تكتمل من غير ما أنا لما أطرحها فحد يقول لي ماشي برافو كويس معاك، وده حصل من صديقي الفنان عادل السيو. اول ما قلت له قال لي تمام انا معاك، شوف انت عايز ايه. وانا بدانا نفكر في لجنه التحكيم، احنا كنا عايزين لجنه التحكيم لها مصداقيه وفنانين لهم خبره، وبحيث ان هم كل واحد فيكم لما يشوف ان الفنانين دولت شافوا الشغل وقعدوا معاه ساعات ويتاملوه، وقعدنا وعملنا اجتماعات واتخانقنا وطلعنا وكده عشان نختار الاعمال اللي هتتعرض والاعمال اللي والعمل اللي هياخد الجائزه، فده ما كانش سهل. ومن خلال الحوار ده كلنا كده قعدنا نبص على الاعمال بتاعتكم، وان يعني طبعا كنت اتمنى ان يتاح لكم فرصه ان كنتوا تشوفوا الحوارات اللي احنا قلناها، وازاي ان احنا اتكلمنا على شغلكم يعني باستفاضه، وبصينا فيه كويس وطلعنا النقاط الايجابيه والسلبيه والجماليات اللي فيه. فده فرصة جميلة جدا ان الاستاذ الفنان الكبير عصمت دوستاشي لازم نحييه عشان جالنا من اسكندرية وساب معرضه، والدكتورة زينب السجيني جت وقعدت معانا لاخر لحظة وساهمت في ان احنا نختار الاعمال والجوائز، فده طبعا مجهود نشكرها عليه. ورا المجهود ده كله في جنود عملوا مجهود كبير جدا. الاستاذه هبه مراد مدير القاعه، من اول ما قلت لها الفكره، المفروض ان انا اساسا كان المكان ده في الوقت ده له في معرض ليا، فقلت لها انا هجيب لك فكره احسن من المعرض بتاعي، فقالت لي بس انا عامله حساب ان يبقى في معرض ليكم. قلت لها بس هتشوف يعني. فاول ما قلت لها الفكره تحمست جدا وقالت لي يا ريت يبقى كده في كتير كده، فبنشكرك جدا على انك انت اديت لنا المكان، وبنتمنى انك انت تساعدينا في ان احنا نثبت الجائزه ديت 1 ديسمبر من كل عام في نفس المكان، نعمل جائزه ونوزع جائزه التصوير. الفنان هاني راشد اللي مبوز ما تبوزش هو طبعا كان دينامو في القصه دي كلها، وهو اللي رتب المعرض بالشكل اللي احنا سعداء بيه، لان من خلال الترتيب ده قدرنا نشوف كل واحد بهدوء وبمزاج ونتامل الاعمال. فبنشكر هاني راشد. مبادره جميله من الفنان محمد عبله، بل مبادره عظيمه في رايي،
لم تتكرر، ما لقيناش لها مثيل الا ايام هدى شعراوي لما عملت جائزة مختار في النحت، واخذها وقتها محمود موسى وعبد البديع عبد الحي وعبد المولى. ان فنان يرصد جائزة خاصة في التصوير ده شيء في الظروف اللي احنا فيها دي شيء مهم جدا، ونتائجه عظيمة ان شاء الله على شباب الفنانين في تشجيعهم وفي ارتباطهم بالفن في ظروف التحولات اللي احنا بنعيش فيها دلوقتي في مصر. بحيي الفنان محمد عبلة وبحيي كل المشتركين في هذا المعرض الجميل اللي مستواه طيب واللي فيه اعمال فعلا تستحق كثير من الجوائز. واللي علمت انا ان كثير من الاعمال دي تم اقتنائها، وده شيء مفرح للشباب المشارك في هذا المعرض. الفنان محمد عبلة مبادرة ايجابية جدا ان تصدر من فنان بقامة محمد عبلة، ومحاولة لإعادة فن التصوير تاني لمكانه، وده المعرض الاولاني، واعتقد ان التجربه دي هتنمو، ولما تستقر التجربه اعتقد انها ممكن بعد كده تشجع شباب اكتر للمشاركه، والمستوى يرتفع. العروض اللي متقدمه يعني في جزء كبير جدا منها الحقيقه مستوى كويس، وفي اشياء لان دي تجارب اولى تقريبا، ف وممكن تبقى ناقصها خبره، ناقصها درجة من الدرجة، وده ما أصلا يعني فنان في أول عمله مش مطالب بأكتر من هو يديك إشارة لموهبته. أنا يعني حبيت جدا لما محمد عبلة كلمني في الجائزة دي، وبالذات إن إحنا بقالنا دلوقتي 4 سنين سوق الفن فيه مشكلة كبيرة، والشباب دول ممكن جزء كبير منه ينصرف عن الممارسة الفنية، فلما يلاقوا إن في إمكانية ما لتسويق او لتشجيع او لكده، انا اعتقد ان هي هترجع جزء كبير منهم تاني. ارجو انها بعد كده تبقى فرصه كمان للحوار ما بين اجيال، وان الجيل اللي بيحكم ده يقدر يتكلم مع الجيل الشباب وينقل خبرات، وياخد هو منهم كمان اشياء، لان هم بيفتحوا مساحات في التجربه طازجه جدا جدا. بس انا ما عملتش اي حاجه غير ان انا يعني دعمت التجربة بأن أنا أقتني أعمال لشباب، أعمال أنا حبيتها وسعيد جدا أنا بقتنيها. أنا هاني راشد، فنان تشكيلي، أو أنا المسؤول على تنظيم المعرض ده، وهو دي الدورة الأولى. المعرض ده قدم فيه 200 فنان، اخترنا من 222 فنان، كان معظمهم يعني تصوير بينتينج، وكان في واحدة أو اتنين عملوا ديجيتال. المعرض ده احنا ركزنا اكتر ان احنا نهتم بالتصوير، وبالاخص نهتم بالشباب تحت سن 30 سنه. احنا شايفين في مشكله كبيره دلوقتي في مصر، الشباب مش واخدين حقهم. فالفنان محمد عبلة عمل جايزه 20,000 جنيه، والدكتور عادل السيوي اقتنى وجاب ناس يقتنوا، بحيث ان احنا نساعد الفنانين ان هم الشباب ان هم يبيعوا ويبقى معاهم فلوس يقدروا يكملوا في الحركه. المعرض نسبة المشاركة إلى حد ما كانت حوالي 70%، ممكن يكون إن كان معظم الفنانين كانوا مشغولين بصالون الشباب، إنما في حوالي 5 منهم كانوا عارضين في الصالون موجودين معانا هنا. أعتقد النسبة مش نسبة الجودة، أعتقد إنها مش ممكن نقول 75% الجودة بتاعت الشغل، إنما كبداية دي ممكن تكون حاجة مش قوية، إنما أعتقد المعرض في السنوات الجاية هيبقى الناس فاهمة أكتر ومستعدة إنها تشتغل مخصوص للمعرض يعني. إحنا في قاعة الفنون التشكيلية في الأوبرا، وبنفتتح معرض الجايزة السنوية اللي مقدمها الفنان محمد عبلة في التصوير اللي هو أنا،
والجائزة ديت إن شاء الله تبقى سنوية، وهي جائزة مالية كبيرة، والهدف منها إن احنا نشجع فعلا الشباب في بدايتهم إن يبقى عنده دفعة مادية قوية تقدر تساعده بعد كده. كل اللي احنا كنا بنعاني زمان منه بنحاول إن احنا نساعد الآخرين هم ما بيمروش بيه، ودي فرصة إن احنا بنحط الشباب في تنافس. احنا اخترنا حوالي 22 عمل أو فنان ما بين 200 فنان، فكان اختيار قاسي جدا، ومن ال 22 فنان دولت هيبقى في واحد فنان واحد هياخد الجائزة الوحيدة اللي هي 20,000 جنيه. علاوة على كده ان في مجموعة من الفنانين جم واقتنوا من المعرض، فالمعرض مش بس الجائزة الكبيرة ولكن في جوائز اقتناء، واعتقد ان ده هتبقى فرصة جميلة لمجموعة من فنانين الشبان ان هم ازاي يشوفوا الفنانين الاكبر منهم بيقدروهم وبيتعاونوا معهم. فدي هنشوف، وانتوا لما هتتجولوا في المعرض هتشوفوا قد ايه ان احنا كنا محقين في اختيار المجموعة دي من الشباب. الدورة الأولى 2014 قد منحت للفنانة مي هاني السباعي. مبروك. أنا اسمي مي هاني السباعي، أنا مدرس مساعد قسم تاريخ الفن كلية فنون الجميلة. اولا انا ما كنتش متوقعه خالص ان انا يعني اكسب الجائزه دي، وده شرف ليا، فيمكن دي بقى اول خطواتي ان شاء الله ربنا ييسر بعد كده. انا هتكلم بس باختصار جدا عن الموضوع. اللوحتين دولت هي تجربه شخصيه. اللي في الصوره ده يبقى اخويا، هو بالفعل على كرسي متحرك. يمكن بقى كتر المشاعر اللي انا شايلها له والحب وكل حاجه والتقدير، ما حسيتش ان في حاله يعني حاله قويه قوي ممكن تطلع مني وتاثر في الناس او تاثر في المشاهد اكتر من ان انا ارسمه بالطريقه ديت. ف يعني المفروض يكسب الجائزه دي اخويا مش انا، وده بجد شرف ليا عظيم. حتى ان انا قابلت فنانين ما كنتش احلم ان انا اقابلهم يعني، وان انا اقف جنبهم وان هم يشهدوا بشغلي، ده وسام على صدري يعني.